ولمزيد من المتابعة حول نفس الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. سعادة السفير، طبعا بعد التحية، يمكن العلاقات المصرية السودانية هي علاقات متجذرة وضاربة في عمق التاريخ، يعني في البداية كيف تصف متانة العلاقات المصرية السودانية؟ العلاقات المصرية السودانية كما تفضلت علاقات بتطرق بجذورها في أعماق التاريخ. لا شك أن مصر والسودان هما شعب واحد وإن كان حاليا في دولتين. العلاقات بين مصر والسودان متعددة الروافد، منها ثوابت الجغرافيا، منها أيضا وقائع التاريخ، الوسائل الاجتماعية والروابط الثقافية، ثم أيضا رابطة مياه النيل التي تمثل بعدا أمنيا ووجوديا لكل من الدولتين والشعبين بما لديهم من إمكانيات وثروات. هذا فضلا عن أن الأمن المصري والأمن السوداني هو أمن متبادل، أيضا المصالح المشتركة، وأيضا فيما يتعلق بفرص الاندماج والتكامل الاقتصادي بين الجانبين. لا شك أن هناك كثير من الأسس التي تدفع في هذا الاتجاه. على النحو الذي نستطيع أن نقول معه أن العلاقات بين مصر وبين السودان هي علاقات تتميز بخصوصية ووضعية متميزة لا تماثلها أي علاقة ثنائية بين دولتين أخرين سواء في المنطقة أو خارجها. سعادة السفير، ونحن نتحدث عن هذه أو كم هذه الزيارات المتبادلة بين مصر والسودان، الحقيقة أن القيادة السياسية في مصر هي الآن إذا أمكن التعبير في أحسن حالاتها، مما له عظيم الأثر على ملف العلاقات الثنائية. هناك العديد من العلاقات يعني التي تجمع مصر مع العديد من دول العالم، خاصة على المستوى الإفريقي. من وجهة نظر حضرتك، ما هو المردود أو إلى أي مدى يعود بالنفع على الداخل المصري هذه الزيارات وهذه العلاقات المتينة التي تجمع مصر مع العديد من دول العالم؟ لا شك أن العلاقات ما بين مصر والسودان كما أشرت هي علاقات متميزة وروافدها عديدة، وهي بتغطي مجالات ذات أهمية وحيوية شديدة. سعادة السفير، الإرهاب، وهناك تعاون أمني عسكري بين الجانبين سواء فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وهناك بنية تحتية تم استهدافها حديثا شاملة لكافة أنواع البنية سواء بطرق برية بحرية نهرية ربط كهربائي سكك حديدية. هذا فضلا عما ما هناك مجالات واسعة للاستثمار في بين البلدين، وهناك نوع من التكامل من خلال العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري والحريات الأربع التي يتم تفعيلها بشكل كبير. ثم هناك تعاون أيضا في المجال الاقتصادي سواء في المجال الاجتماعي سواء كان ذلك فيما يتعلق بالجانب الصحي أو الجانب التعليمي، وهو موضوع يعني هناك تنامي وتعاظم في هذا المجال بصفة خاصة لما له من أبعاد إنسانية واجتماعية. كل هذه الأمور لها مردود على العلاقات في القطاع في النطاق الأفريقي وفي النطاق العربي أيضا، باعتبار أن الدولتين ذات هوية عربية أفريقية أعضاء في الجامعة العربية وفي مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر، ثم أيضا في الاتحاد الأفريقي. المردود في الجانب الأفريقي واضح جدا فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تحتاج إلى الكثير من الدعم في مجال البنية التحتية، وأعتقد أن مصر والسودان في هذا الإطار هما المدخل إلى هذه إلى القارة الأفريقية، خاصة فإن برنامج 2063 للاتحاد الأفريقي هناك مشاريع قومية كبرى على مستوى القارة عرضية وطولية بالنسبة للدول الأفريقية، لعل أبرزها طريق الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وخط القاهرة كيب تاون ثم الحزام والطريق. أيضا هناك المجالات الخاصة بالنشاط الاقتصادي باستثمارات كبيرة في القطاعات الانتاجية في دول أفريقية عديدة بما ينعكس على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مما يدعم العلاقات الأفريقية في هذا المجال سواء كان استثماري أو مجال تجاري، وبالتالي إلى خارج الدول القارة الأفريقية. لا شك أيضا أن العلاقات ما بين البلدين وتحركهم في إطار من التنسيق والتشاور المستمر لما يجمعهما من مصالح مشتركة على مستوى التجمعات الإقليمية والدولية
وأيضا منظمات وأجهزة الأمم المتحدة في كافة المجالات سواء كانت الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. سعادة السفير، يمكن يعني استكمالا لحديثك، حتى انه يعني القيادة السياسية بقى ليها بصمة كبيرة جدا في كل المحافل الدولية، خلينا نتكلم عن نقطة تانية، هذه الزيارات المتبادلة إلى أي مدى من الممكن أن يعني تساعد وتساهم في تقارب وجهات النظر ما بين الجانب المصري والجانب السوداني، وتساهم أيضا في مساندة مصر في رأيها في تجاه كل القضايا، خاصة أن المنطقة تموج بالعديد من الأزمات والعديد من الأمور، إلى أي مدى هذه الزيارات وهذه العلاقة التي تتسم بالخصوصية والتفاهم القوي جدا من الممكن أن تساهم في تقارب وجهات النظر ما بين الجانبين؟ العلاقات ما بين مصر والسودان بتحكمها العديد من الاتفاقيات، ويمكن لو نشير بصفة خاصة الاتفاق الاستراتيجي الذي تم. سعادة السفير هل تسمعني؟ أيوة سامح كبير. نعم تفضل حضرتك. هناك الاتفاق الاستراتيجي الذي تم بين مصر والسودان في عام 2016، وهذا الاتفاق له تم بموجبه انشاء اليات عديده، تبدا باليات القمه ثم اليات الوزاري ثم اليات الخبراء، وهذا على جميع المستويات وجميع المجالات، يعني بيشمل وزراء الخارجيه ووزراء الدفاع وايضا وزراء الاقتصاد والماليه. كل هذه الاليات بيتم تفعيلها خاصه في المرحله الحاليه على النحو الذي يدعم هذه العلاقات، ليس فقط في المجال الثنائي وإنما أيضا في المجال المتعدد، وهو ومنها كأحدى الآليات هي آليات القمة، الزيارات المتبادلة بين الجانبين بما يمكن من خلاله تنسيق المواقف والتشاور فيما بينهم ووضع الحلول لأي مشاكل قد تكون قائمة، وبما يدفع في تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. الحقيقة أن هو تاريخ حافل بالعديد من الأمور، تضامن المصالح المشتركة والملفات حتى المشتركة والمتبادلة. كانت السودان أو كان السودان من أول زيارة وضمن أول جولة للسيد الرئيس بعد توليه ولايته الأولى، ما الرسائل التي ممكن أن نخرج منها من هذه العلاقة الكبيرة جدا والقوية؟ العلاقة بين البلدين هي علاقة عضوية تتأسس على روافد عديدة ليس لها مثيل في أي علاقة ما بين الجانبين، شملت كافة المجالات سواء المجال الأمني والعسكري والتنسيق بينهما في هذا المجال، سواء كان الأمن العربي، الأمن البحر الأحمر، الأمن الأفريقي، الأمن القومي المائي، الأمن القومي في كافة المجالات الأخرى سواء كمجال الطاقة أو مجال الغذاء، كل هذه الأمور أعتقد في المجال الأمني محل اهتمام وتنامي وتعاظم. نحن نتذكر مواقف السودان الشقيق في حرب 67 وفي حرب 73، وأيضا نتذكر التنسيق والتشاور العسكري والأمني القائم حتى الآن، التدريبات العسكرية المشتركة ما بين الجانبين والتي يعني نتذكر منها نسور النيل وغيرها. أيضا في المجال الاقتصادي هناك كما أشرت نوع من التعاون الاقتصادي غير المسبوق ما بين اي دولتين فيما يتعلق ب يعني اتاحه فرص من خلال الحريات الاربع، العمل والتنقل والاقامه والتملك. هذه الحريات اتاحت فرصه كبيره لتواجد ما يقرب من حوالي 6 الى 8 مليون مواطن سوداني يعاملوا معامله المصريين في مصر، ولهم هذه الحقوق التي اشرت اليها. ايضا بالجانب الاخر مصر لديها المواطنين المصريين يقيمون في السودان ويتم معاملتهم ايضا بنفس المعامله، وسواء ونشاطهم بيشمل كافه المجالات سواء كانت الاجتماعيه او الاقتصاديه. لا شك ان هذا التطور وهذا التنامي والتعاظم بين البلدين قد يواجهه بعض الشوائب القديمه او بعض المواقف التي تعد هامشيه ويمكن تجاوزها ولا تؤثر على العلاقات بين البلدين في اي مجال من المجالات.
طب سعادة السفير، كنا نتحدث منذ قليل عن يعني حديث السيد الرئيس دائما عن تجارب مصر الناجحة في شبكة الطرق، برنامج الإصلاح الاقتصادي، مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية. دائما من خلال هذه الزيارات المتبادلة يتم تبادل المنفعة والتجارب الناجحة بين كلا الجانبين. كيف من ممكن أن تستفيد مصر من عرضها لكل هذه التجارب الناجحة مع الجانب السوداني أيضا؟ مصر فيما يتعلق بالبنية التحتية بصفة خاصة حققت إنجازا غير مسبوق على المستوى الداخلي، وأيضا كما أشرت حتى في إطار العلاقات، امتدت لإطار العلاقات ما بين مصر والسودان، فهناك طرق برية وطرق نهرية وطرق بحرية وربط كهربائي وسكة حديدية يتم تداولها في الوقت الحاضر. لا شك أن البنية التحتية تعزز من العلاقات ما بين الجانبين والتنسيق والتشاور بينهما في مكافحة كافة الملفات، كافة القضايا التي تشملها ملف الأمني، وهو يتعلق بموجة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية. أيضا يتعلق فيما يتعلق بالأمن المائي وأمن الطاقة، لأن هذا الأمر مرتبط أيضا بالبنية التحتية. يتعلق أيضا بالتعاون العسكري والأمني فيما يتعلق بمواجهة أي تهديدات أمنية في منطقة البحر الأحمر بصفة خاصة، وفي المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، أو بصفة خاصة منطقة شرق أفريقيا القرن الأفريقي. وفي هذا الصدد هناك تعاون وثيق أيضا مع دول ذات أهمية استراتيجية في هذا الإطار، وأقصد بها الدول الأعضاء في مجلس الدول العربية والأفريقية المتشابهة على البحر الأحمر. لا شك أيضا أن هذه البنية التحتية لها تأثير كبير في الملف الاقتصادي وإمكانية زيادة النشاط التجاري والاقتصادي ما بين الجانبين وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات في كل من الجانبين على النحو الذي لا شك يعني يوجد نوع من التكامل ما بين البلدين، ويسهم بالتالي في عمليات الاندماج الإقليمي والتكامل القاري في على المستوى القارة الأفريقية وأيضا على المستوى العربي، خاصة من خلال المناطق الحرة التي أنشأت في منطقة التجارة الحرة الأفريقية في القارة الأفريقية ومنطقة التجارة الحرة العربية أيضا. وهناك أيضا ما يؤكد على أن هاتين المنطقتين يتجهان إلى إيجاد علاقات مع مناطق حرة خارج كل من المنطقة العربية. ويمكن هذا الأمر أصبح جلي واضح بشكل كبير في كل الأمور وفي كل الأزمات وفي كل القضايا التي تموج المنطقة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.